السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة درس مميز لأن احنا هنستخدم البيك تو بلوكس في إن احنا نبرمج البوردة اللي موجودة عندنا اللي هي الأردينو. طيب هبدأ معاكم بحاجة بسيطة خالص، إن أنا هاجي هنا في البيك تو بلوكس وأبدأ أختار الأردينو اللي أنا أشتغل بيه أو أي لوحة، يعني مثلا مايكرو بيت ده كان بيتوزع في جامعات بريطانيا على أساس الناس تبدأ تشتغل عليه، والأردينو ده يعتبر أرخص حاجة، يعني ممكن يعني $50 مثلا، هتلاقيه رخيص جدا يعني اقل من كده كمان. تمام. طيب انا عندي الاردينو اللي معايا دلوقتي اردينو ميجا، فهختاره، فهيبدا يقول لي اختار الديفايس اللي عندك، فاقول له كونكت، فبدا ان هو يتوصل. طيب عايز ابدا ان انا بدل ما انا شغال على الستيج انا عايز اشتغل على الابلود، وهنبدأ ان احنا نحط البرمجة بتاعتها. البرمجة بتاعتها في جزء معين هبدأ ان انا اخليه ينور ويطفي بوقت معين، يعني ممكن نشتغل مثلا ثواني والحاجات دي كلها، فهو اوتوماتيك بيبدأ يكتب لي الكود الاساسي. طيب هقول له لما نبدأ الاردينو انا عايزه البن اللي هي رقم مثلا 13 تبقى مرة هاي. تمام. لاحظ ان انا اول ما اخترت بدأ الكود يتكتب اهو، بدأ يقول لي بين مود 13 اوتبوت. تمام. واخدها كده كوبي واقول له بدل الهاي دي خليها لو، يبقى مره هاي ومره لو، بس انا عايزها تبقى على طول، فهقول له هنا من الكنترول ريبيت 10 مرات، لا خليها فور ايفر. طيب عايز يبقى في ثانيه بين دي ودي، فاقول له ويت 1 سكند، ويت 1 سكند بالشكل دوت. تمام. وهقول له انا عايز اعمل ابلود للكود، يعني خد الكود، بيقول لي سيلكت البورت. طيب هنقول له نتاكد ان احنا عاملين كونكت اهو، كونكت اهي متوصله، وهاجي هنا اقول له ابلود للكود، فيبدا يدور على الكود. خلينا نشغل الكاميرا، ولو احنا عايزين نتاكد من ان احنا شغالين صح ممكن نبقى نغير في الوقت، بدأت تشتغل تبتدي تطفي، نقدر نغير. انت تقدر تغير اصلا من هنا. تمام. تقدر تغير الرقم من هنا او تغيرها من هنا. تمام. يعني ممكن اقول له ايه، خليها ثانيتين وخلي دي ثانيتين، او ممكن اخليها 0.5 بحيث انها تبقى اسرع. تمام. واقول له بعد كده ابلود كود، هتلاقي بقى يقعد ثانيتين او مبقاش ثانية، عايزين نتأكد 0.5 و 0.5 تبقى اسرع. فتخيل ان احنا البرمجة اللي هي تعتبر بسيطة ومخصصة للاطفال، بين ان احنا نعملها بنبرمج بيها حاجات صعبة جدا، بنبرمج بيها روبوت، بنبرمج بيها لوحات، بص بقت اسرع ازاي. تمام. ممكن نخليها 0.1 تبقى سريعة جدا. فقدرنا ان احنا نبرمج البوردة دي، البوردة بتاعتي الاردن اللي عندي. تمام. درس سهل جدا وبسيط، كل اللي احنا عملناه ان احنا دخلنا على البورد، ربطنا بقى البورد بتاعتنا زي احنا عايزين، وبدأنا من نعمل ابلود. الكود ده تقدر تغير فيه، وممكن حتى تقراه كذا مرة بحيث ان انت تفهمه وتقدر ان انت تكتبه مانوال بعد كده من غير التولز اللي موجودة معانا.